صديقي، فكرك الفرصة فاتتك بعام 2024 بعد الموافقة على صناديق الـ ETF بيتكوين. شو ممكن يصير بعد الموافقة؟ وشو هو المخطط بعد البيتكوين؟ صديقي، التفاصيل وأخبار رح نناقشها بهذا الفيديو. لكن يا صديقي، بتمنى منك تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتشوف أرباحي بنفسك، وما تفوت على نفسك الفرصة. أو إذا كنت بتفضل منصة باللغة العربية، أنا برشح لك منصة بيتجيت، بتدعم جميع الجنسيات، والرابط رح أترك لك إياه بالوصف. شباب، أنا عمال بفكر بعد الاستقرار بالأسعار. صديقي، هيمنة البيتكوين بدأت ترتفع، بدأنا نشوف هبوط بالعملات البديلة. صديقي، الأنظار لوين متجهة؟ ما بعد البيتكوين. بالتأكيد صديقي، عملة تانية عملة الإثريوم. لاحظ صديقي ارتفاعه. بالتأكيد الشركة الرائدة بلاك روك قدمت على صناديق الإثريوم. صديقي، هاي الشركة الضخمة بدأت تحول أنظارها إلى الإثريوم. صديقي، اللي حصل بيوم أمس ماله ولا تفسير. الحكومة الأمريكية أعطت مهلة للإس آي سي بتوضيح ما حصل. على المفترض تكون هي الهيئة لحماية أموال المستثمرين لا لسرقتهم، والجميع بيعرف ما هو حقيقة الأمر. صديقي، مع نفي الخبر شفنا هبوط قوي بالبيتكوين. من رغم من ارتفاع الأسواق اليوم، صديقي عليك الحذر، عليك الحذر. صديقي، البيانات ظهرت من ساعات. المعدنين اللي قائمين على شبكة البيتكوين امبارح وباليوم حصل عمليات تحويل ضخمة من البيتكوين من محافظ إلى المنصات. هذا يعني صديقي لدينا عملية بيع قوية ضخمة قادمة. صديقي، عليك الحذر من هذا الأمر. أما صديقي على البيتكوين اليوم، تصفيت عقود الشورت عند مناطق 47300. صديقي، طيب كل هالأشخاص مراهنين على الهبوط ومتشائمين بمقدار ربع مليون دولار، عفوا ربع مليار دولار. صديقي، طيب ليش التشاؤم بهذا اليوم؟ هل ممكن اشتري الإشاعة وبيع الخبر؟ هل ممكن نشوف انخفاض أيضا قادم؟ صديقي، عدد كبير من الأشخاص مراهنين على الهبوط. صديقي، أنا بتوقع صعود البيتكوين على الأقل إلى مناطق 47500 للكودة هاي الكميات من الشورت. إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة وأهم الأخبار على سوق الكريبتو، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهيك شباب، في كتير أشخاص بيسألوني على منصة التداول فيها باللغة العربية. صديقي، أنا برشح لك منصة بيتجيت. اسم المنصة بيتجيت. صديقي، رح أترك لك رابط المنصة بأسفل الفيديو. وفي كتير أشخاص بيسألوني على التداول الذهب والفضة بسوق الفوركس. كمان صديقي، صفقتنا مجانية بالكامل. ما عليك صديقي إلا تعمل حساب عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو. أعطيني رقم حسابك لأضيفك على القناة بشكل مباشر. شباب، صفقتنا مجانية بالكامل. وإذا كنت بتفضل أهم الأخبار وأهم الصفقات بسوق الكريبتو، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. ولا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى تفعل زر الجرس لينتشر هذا الفيديو ليصل لأكبر عدد من الأشخاص لحتى يتفادوا الخسارة.